معانا النجم الكابتن ابو المجد مصطفى، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين والمدرب العام السابق لنادي الداخليه. كابتن ابو المجد برحب بيك. كابتن السلام، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام يا حبيبي، الحمد لله بخير. الحمد لله. طب الحمد لله. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع مع اللعيبه علشان يعني تذبذب الاداء خلال الفترة الأخيرة، واللي أدى طبعا لتراجع في النتائج خلال الفترة اللي فاتت. تمام يا كابتن. يعني طبعا يعني شايف ان الكابتن خطيب طبعا حاسس بالفترة اللي فاتت، خاصة من بعد رجوع نادي الأهلي من كأس العالم. يمكن الأداء ما كانش بنفس الشكل اللي ظهر بيه النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، فبالتالي كان لازم تحصل وقفة طبعا مع اللعيبة. ويمكن برضو يعني فكرة البداية بتاعت نادي الأهلي في دوري الأبطال يمكن مش أحسن حاجة. فأنا شايف إن ايه السبب يا كابتن ابو المجد؟ والله كابتن مش عارف، بس أنا يعني اللي أنا حاسه إن اللعيبة كانت يعني مدية أهمية بشكل كبير جدا لبطولة كأس العالم، وعاملين حساب إن أنت بتلعب مع فرق كبيرة. يمكن كان نادي الأهلي عنده ماتش الهلال السوداني، يمكن أنا كنت شايف من وجهة نظري إن كان ماتش سهل جدا النادي الأهلي يحقق فيه مكسب أو نتيجة إيجابية، وكانت هتنعكس عليه طبعا في مشواره في دوري الأبطال. لكن أنا شايف إن النادي الأهلي أو اللعيبة راجعة تحس ان انت تقول ايه، ان اللعيبه عملت كل حاجه في كاس العالم، فبدات الكيرف او المستوى يبدا يقل شويه في الماتشات اللي من بعد كاس العالم. شايف ان دوت اللعيبه كانت يعني لازم يبقى في وقفه معاها، ولازم اللعيبه نفسها تبدا تفكر ان الموضوع مش سهل، وطول ما انت بتلعب في النادي الاهلي لازم تبقى محضر نفسك للضغوطات، ومحضر نفسك للماتشات اللي ورا بعضها، وان انت تبقى انت عارف كل بطولة او كل ماتش بيبقى على حدة، وكل ماتش بيبقى ليه شكل معين وترتيب معين، فانت لازم تتعامل بهذا الشكل. شايف بعض اللعيبه بدا يعني انا بقول لك ان انا وجهه نظري ان التريحه جايه من اللعيبه، يعني من سنه اللعيبة التريح اه سنه ال مش ال من ال ال مش من الجهاز الفني. متهيألي لا كابتن، ان اللعيبه هي نفس اللعيبه ديت اللي احنا شفناها في مباراه كاس العالم، ويمكن ادت بشكل منظم، وكانوا حريصين جدا، وكان ليهم شكل، وكان النادي الاهلي بيلعب بشكل تكتيكي محترم، ويمكن ده اللي اي بس خلى شكل تكتيك يا كابتن ابو المجد، في البعض يقول لك ازاي ده شايل اربعه من ريال مدريد وشايل اربعه من فلامينجو، فهل الاداء التكتيكي دوت يعني ما يؤديش، او النتيجه دي ما تعبرش عن ان الاداء التكتيكي كان اداء مش مقنع؟ ما احنا هنتكلم يا كابتن، لو احنا رجعنا للماتشات اللي النادي الاهلي في غلب فيها بالنتائج ديت، هي كانت في نقط تحول في المباراه ديت. نقطه التحول طبعا ان انت ما قدرتش تستغل الفرص اللي جات لك، او الفرص الضايعه والحاجات السهله اللي جات لك، اللي انت كنت تقدر تحقق نتيجه ايجابيه احسن من كده. فبالتالي لما بتلعب مع الفرق الكبيره كابتن، ما ينفعش ان انت تضيع. الطبيعي ان انت مع الفرق الكبيره لما يجي لك وقت من الاوقات تبقى مسيطر وبتوصل للجول، لازم تحرز اهداف. كابتن ابو مجرد المجد، يعني انت بخبراتك وانت راجل يعني من اللعيبه اللي شاركت في احراز برونزيه العالم في منتخب الناشئين مع كابتن شوقي غريب، وليك طبعا باع طويل، لكن خلينا اكلمك بمنتهى الامانه، لو ريال مدريد كان موجود معاه كريم بنزيما وبعض اللاعبين الغائبين، هل كان هيبقى أزمة بالنسبة للنادي الأهلي؟ ده رقم واحد، في ظل كمان ما أقصده في ظل الطريقة اللي لعب بيها كولر المدير الفني.
بص يا كابتن، اكيد طبعا. يعني وجود بنزيما في التشكيل اكيد اكيد كان هيبقى ممكن الشكل يبقى مختلف او يبقى فيه تحديد، لكن زي ما بقول لك كابتن، هي الفكره كلها ان انت كنت في الفتره ديت، انا كنت شايف ان اللعيبه مركزه جدا، يعني اللعيبه عامله حساب للمباريات وعامله حساب طبعا لريال مدريد ومركزين، وتحس ان في فترات كبيره جدا من المباريات كنت تحس ان اللعيبه بتشتغل ككتله واحده، المساحات برضو قريبه، فكره ان انت بتقطع كره ومش خايف وبتبدا تبني هجمات من تحت وتبدا ان انت توصل، ده اللي انا كنت بتكلم فيه. بس هي النقطه زي ما بقول لك كابتن، الماتشات الكبيره اللي انت بتلعب مع فرق كبيره، انت لازم تستغل الفترات اللي ممكن الفرقه اللي قدامك ممكن ما تبقاش عامله لك حساب قوي، يعني ممكن تبقى الفرقه اللي قدامك كابتن بتلاعب النادي الاهلي، ريال مدريد بيلعب النادي الاهلي، فبرضه مش مديك الاهميه زي ما بيلعب مثلا في الدوري الاسباني او بيلعب في دوري الابطال. طيب فعشان كده ده بالنسبة لريال مدريد. طب تمام. الأداء قدام صن داونز، الأداء قدام الداخلية، يعني الواحد لما شاف الأهلي قدام أسوان، أسوان يعني مش من الفرق، مع احترامي ليهم هم بيأدوا وبيجتهدوا وفقا لإمكانياتهم، بس في النهاية ما فيش وجه مقارنة ما بين النادي الأهلي وفريق أسوان، فبالتالي كان في سهولة في الأداء أو في اختلاف في الأداء، يعني مش عايز أوضح أكتر من كده. لكن قدام صن داونز، قدام الداخلية، برضو بقى في تراجع مخيف في أداء النادي الأهلي. كابتن برضو انت بتتكلم ان مباراة اسوان، انا شايف اللي سهل المباراة الهدف اللي النادي الاهلي جابه بدري. لما بتيجي تلاعب فرقة، اي فرقة بتلاعب النادي الاهلي بتشتغل بشكل دفاعي، فبرضه بتبقى فيها صعوبة ان انت تقدر تجيب جون بدري. النادي الاهلي طول عمره طول عمره بيبقى اهم وقت بالنسبه له اول ربع ساعه. لو النادي الاهلي في الفتره ديت قدر يحرز هدف، المباراه بتبقى سهله، بتقدر المباراه تتفتح، بتبدا تلعب، بتركب المباراه بشكل يعني بمعنى يعني. لكن انا بتكلم يا كابتن ان تراجع المستوى بتاع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، انا شايف من وجهه نظري اللعيبه، انا شايف ان ما فيش تركيز، اللعيبه بدات ما بتلعبش بنفس زي ما قلت بنفس الاهميه او بنفس التارجت اللي هم كانوا عايزين يحققوه في كاس العالم للانديه. فانت تحسي برضو ان اللعيبه بدات ترجع تتاقلم او تبدا ترجع تلعب بنفس الشكل بتاع الدوري هنا. فانا كانت ملحوظتي على النادي الاهلي لفترات طويله جدا الشخصيه بتاعته بعيده شويه كابتن الفتره دي، شخصيه ان هو الاصرار والحماس والروح جوه الملعب، حتى لو الكره زي ما بنقول مش ماشيه معاك، لكن انت كنت بتعوضها بالروح، كنت بتعوضها بالقتال داخل الملعب. الحاجات دي كلها انا مش شايفها في لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. طيب عشان كده عشان كده اتفضل. عشان كده عشان كده الأداء واضح للناس كلها إن في تراخي. النادي الأهلي ما بيضيعش كتير دلوقتي، ودي مشكلة، ما بيوصلش بالشراسة اللي احنا متعودين عليها الفترات اللي فاتت ديت. عشان كده الناس كلها بتتكلم هو ليه الفرقة عاملة كده؟ فدي دوافع داخلية يا كابتن.